في حديثنا اليوم من مصر نتناول واحدة من أهم التجارب المصرية في مجال المسرح التعبيري الموسيقي الراقص، عن أول فرقة مصرية للرقص المسرحي الحديث. تجربة مهمة وممتدة عبر 30 عاماً، أسسها وقادها ضيفنا اليوم ليكمل بها مشوار رواد كبار في هذا المجال بأنواعه. النقاد أغلبيتهم كتبوا أيوة وليد عوني أو الرقص المسرحي الحديث أثر على المسرح المصري. نريد أن نعرف الرقص المسرحي الحديث ما هو؟ هو له علاقة كتير بالمجتمع الثقافي، العلمي، السينمائي، الأدبي، السياسي أو فلسفة الديانات. في فرقة رضا في المسرح المجاور، إلى أين سيذهب الناس؟ فنون الشعبية إلى جمهورها، الجمهور الرقص الحديث لجمهوره، الباليه لجمهوره. حضرتك بتقوم بتصميم رقصات على المسرح، ولك تجارب في تصميم الرقصات في كاميرا سينما. إيه الفرق؟ الفرق كبير، الفرق الحرية. أنا لما بشتغل لوحدي على المسرح حريتي أكبر. هل يعني قدمت حاجة عن فلسطين هذه الأيام؟ آخر عرضي اللي هو كي لا تتبخر الأرض. كي لا تتبخر الأرض ما قصدي بس فلسطين، يعني قصدي كمان ناخد بالنا نحن عم نتبخر شوي شوي. عن الرقص المسرحي المصري الحديث وفرقته الرائدة التي نحتفل بالذكرى 30 لإنشائها هذه الأيام. حوار جديد في حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.